شكرا. السلام عليكم، اسمي نوي أمكنوكي، الوصيفة الأولى لميس أمازيغ سنة 2024. فكما كنعرفوا فإن المرأة هي عنصر أساسي في الحياة، فكما كنعرفوا فإن المرأة مسؤولة على توازن الأسرة والمجتمع، فأنا جد مسرورة بهذا العيد أو الوطني للمرأة. فكنشكر العميد الكلية جامعة ابن منظور على هذا التكريم، وعلى تكريم الموظفات اللي كيعطيهم واحد الشجاعة باش أنهم يكملوا في المسيرة المهنية ديالهم. نشكر الجامعة ابن زهرة في الاستقبال الغساد، نشكر الجامعة ابن زهرة في الاستقبال الغساد. يشرف حبارة أن أدنى وأن ضيوف الشرف حفلة اللي سكرن دا أرت هنح تمغارين حين حلنت العالم. اليوم 8 مارس مناسبتين جميلتين، المناسبة الأولى احتفال المرأة العالمية والمرأة المغربية ومرأة جامعة ابن زهرة بعيد المرأة. كنتمنى إن شاء الله لجميع النساء العالم والنساء المغربيات وخصوصا نساء جامعة ابن زهرة الصحة والعافية وطول العمر والمزيد من العطاء والتألق. المناسبة الثانية هي حفل استقبال ملكة جمال أمازيغ، هي الوصيفة ديالها الأولى. هذه المسابقة المتميزة اللي شرفت عليها جمعية شرقة أمل، وتم استقبال طاقم كبير من المسؤولين وأيضا من رجال الإعلام في رئاسة جامعة ابن زهرة، كيعبر على أننا كجامعة مواطنة نتواجد في بقلب سوس. الثقافة الأمازيغية تدخل في الهوية، صاحب الجلالة نصر الله وأيده يؤكد على دور الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية في تحديد هوية المغاربة ككل. أن الحمد لله العربية والأمازيغية والتراث الحساني يتواجد بهذا البلد الآمن. وهذا الالتفاتة ديال ميس أمازيغ دورة 2024 كتعطي واحد النكهة خاصة وأن الفائزة بالمرتبة الأولى الملكة الجمال أمازيغ 2024 والوصيفة الأولى ديالها طالبة جامعة ابن زهرة الاقتصاد. هذه مفخرة للجامعة أنه على صعيد الجهة يكون طالبتين، واحدة خريجة واحدة تتابع الدراسة ديالها في سلك الاقتصاد، أنهم يفوزوا بهذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. كتعرفوا بأن ملكة الجمال معايير كثيرة، من بين المعايير هو مستوى الثقافي. كنتمنى إن شاء الله هذا ملكة الجمال والوصيفة ديالها يتألقوا يكونوا مثابة سفيرتين متألقتين لجامعة ابن زهرة ولجهة ديال سوس مسا وللثقافة الأمازيغية، حتى إن شاء الله يكون واحد الإشعاع كبير. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.